يعطيكم الصحة والعافية معكم احمد بعريكي آه ابل فكرت انها تسوي ساعة عشان نشوف سامسونج، ال جي، سوني، امة لا اله الا الله كلهم قاموا يسوون ساعات وبالذات لما قاموا يبلشون ان يحطون نظام تشغيلي مال اندرويد العادي على شاشة وايد صغيرة وكان غلط المفروض ما يصير كذي. بعدين جوجل سوت اندرويد وير ونزل على ساعات مثل الجير لايف نفس ال جي جي واتش والموتوريلا موتو 360 هي يمكن اشهر واحدة والحين قاعدين نشوف وايد ساعات من مصنعين نفس ايسوس وعندك هم واوي <applause> قاعدين ينزلون الحين ساعات عليهم نظام تشغيلي مال الاندرويد وير بس اخيرا ساعات ابل نزلت والحين صار المنافسه صدق انه شلون راح يكون النظام التشغيلي وشلون راح تصير منافسه من ناحيه الويربز وكساعات واذا للحين الشخص العادي صدق يحتاج انه هو يشتري ساعه او لا هذه مراجعه الابل واتش السلام عليكم ورحمه الله ساعه ابل صراحه يعني صار لي الحين يعني قبل تقريبا اسبوع قاعد استعملها ولازم اشبكها طبعا على الايفون 6 وكلنا ندري انا ايش كثر احب تليفونات ابل فقاعد احس ان انا يعني قاعد اراجع مو مغصوب بالعكس يعني شيء جديد وتقنيه جديده فحاب اني انا استخدمها وعشان شغف التقنيه اكيد راح استخدمها فساعه ابل صراحه وايد شغلات عجبتني فيها بس يمكن دبل الشغلات اللي عجبتني فيها ما عجبتني فيها فخذ كلام شيء عن التصميم فانتم في عندكم اوريدي ثلاث انواع من ساعه ابل كلهم راح يكونون من مصنعيه مختلفه بس الساعه الهاردوير نفسه راح يكون او العتاد الصلب مالها او من ناحيه الكفاءه او السوفت وير نفسه راح يكون نفس الشيء بجميع الساعات او الموديلات، راح يكون عندك انت السيلفر المنيوم وراح يكون عندك ستينلس ستيل وراح يكون عندك طبعا الجولد او الروز جولد. اسعارهم راح تكون ارخص شيء ابتداء من 399 او 400 دولار مع تاكس مع ضريبه ما اعرف ايش راح توصل ب 450 دولار ما بحدود يعادل ال 130 دينار كويتي أه هنا عندنا بالكويت طبعا قاعد تنباع ارخص شيء ممكن تحصلها ب 180 دينار بس مو هذا الحكي الحكي ان هذا حجم 42 في حجم ثاني هو 38 انا عندي ال42 اللي هي حجم الكبير بس هي اصغر ساعه صراحه لبست على ايدي لان عندي ساعه السوني مثلا حجمها اكبر منها ساعه الموتوريلا 360 اكبر منها فاوريدي حجم الساعه انا أشوفه على ايدي صغير بس ناس وايد اتوقع راح تتقبل لان هذا الحجم اللي عاده ممكن احنا نشوفه على ناس من ناحيه الساعات فمن ناحيه الحجم والتصميم ساعه ابل تحفه فنيه تايم بيس فعلا يعني هي حجمها يمكن هو أسوأ شيء من ناحية الشكل بس من ناحية الكراون نفسه ومن ناحية الدقمة والسبيكر ومكان الجريل وما أعرف إيش تحفة فنية أبل عندها مصنعية جدا جودتها وايد عالية والتصميم مالهم جدا يونيك ومميز فهم هني تختاروا طبعا إنه يسوون ساعة مربعة كان زلو كانوا مسوين ساعة مدورة كان صراحة صار إبداع الموضوع بس هم اختاروا ان يسوون ساعة مربعة ومثل ما قلت لكم سووا 38 ملي و42 مللي 38 ملي أتوقع على إيدي راح تختفي ما راح أقدر أشوفها بس أنا أعرف يعني يعني كم واحد من الشباب ورد عنده 38 ميلي لان ايدهم صغيره او أه الشف مالهم صغير بس انا ايدي وادي كبيره فاحتاج 42 على الاقل علشان تبين الساعه بيدي او ان ما تبين فقيره على ايدي فانا هنا عندي السبورت اديشن خليت لون الازرق لان احب لون الازرق استانس على اللون الازرق ولون الازرق هنا راح يكون الربل وهو طبعا ارخص نوع من السيور بس انت تقدر تبدل السيور اذا تبي وتحط لك السيور اعلى من الجوده او اعلى من ناحيه السعر ان تكون اغلى طبعا الستينلس ستيل راح تحصل مال الابل بحدود ال 200 دولار او 250 دولار والستينلس ستيل راح تحصله حق الموتور لموتو 360 ب 70 دولار او 80 دولار هذه قاعدة لأي شيء محطوط على علامة أبل أو أي شيء راح ينزل من شركة أبل راح يكون وايد أغلى وهذه السياسة طبعا مؤيدة من الكونسومر نفسه اللي قاعد تشتري وتأيد الأسعار الأبل قاعد تحطها ف... ما مو هذا موضوعنا موضوعنا الحين على ساعه ابل واتش طبعا الابل واتش اول ما تيجي تشغلها راح تلقى ان هي إيه لازم تسوي سينك على الايفون انا هني إيه ركبت على الايفون 6 تقدر تركبها على الايفون 6 ايفون 6 بلس ايفون 5 اس ايفون 5 ايفون 5 سي وايفون 4 اس ما ادري ما جربتها على الايفون 4 ما ادري اذا في احد جربها على الايفون 4 بس المفروض ان هي إيه هم بعد تشتغل الساعه راح تعطيك اشعارات وتعطيك اشياء اكثر بس من ناحيه الاشياء الاكثر المفروض كانت تشتغل بكفاءه افضل هم الحين بالاعلان مال دبليو دبليو دي سي سنه 2015 اعلنوا عن السوفت وير مال ابل واتش 2 والسوفت وير مال ابل واتش 2 راح يكون يدعم شغله اسمها Native ابس لان الـ Native ابس او التطبيقات اللي قاعد تشتغل على الساعه حاليا قاعد تاخذ الامر والاشاره من تليفون فاذا انت عندك السجنال ضعيف ما بين الساعه والتليفون التطبيق راح يشتغل بشكل وايد بطيء وايد وايد بطيء وايد 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 بطيء القى نفسي ايدي تشد وانا قاعد اطالع الساعه انطر ان إيه تسوي الامر اللي انا طلبته منها ومو قاعد تعطيني اياه لان هذا الشيء قاعد يصير لان أهما ابل يبونك انت تسوي اشياء اكثر بالساعه يبونك تستغني شويه عن التليفون انك انت ما لازم تطلع كل ما وصل لك مسج او كل ما طلعت لك اشعارات او شيء إن لا تطلع التليفون تقدر انت تسوي هالامور كلها بالساعه بس الاشياء الزياده اللي حطوها مثلا انستغرام تصفح صور انستغرام من بيتصفح صفحات انستغرام على شاشه اهل الكبر لا وتسوي لايك like وكومنت بعد اذا تبي ليش؟ ومنو بيدش اي بي او يدش امازون ويشتري بالساعه؟ ليش حطيلي هالامور هذه كلها؟ اقدر استخدمها بالتليفون راح تكون اسرع بالذات لان هي مو نيتف تطول على ما تاخذ الكوماند ما تاخذ الامر اول باول هني تحتاج انك انت تسوي دسمس حق الاشعارات او انك انت توخر الاشعارات لما تيك مثلا انا على سبيل المثال شايل وهابي قاعد ارضعه يوصلني مسج فر ايدي اطالع قريت المسج كان الله غفور رحيمه هذه الساعه المفروض هي تسوي مكمل للتليفون لا تصير هي إيه ستاند الون لان اذا هي إيه صارت ستاند الون الحين انت راح تعتمد على الشاشه الصغيره ان انت تسوي كل شيء والشاشه الصغيره هذه ما راح تسوي. لك ولا شيء شاشة ابل هني استخدموا تقنية الامولد الامولد احنا ما نشوف ابل تستخدمها وايد بس هني استخدمتها وكان استخدامها بمحلها لازم تستخدمها على هالشاشة لان انت هني عندك شاشة تكون لون اسود وما تبي تستهلك وايد بطارية ولا حين تعطيك المحتوى وايد شارب وكريس من ناحية الريزولوشن مالها شغلة ثانية هم حطوا هني دقات القلب اللي انا للحين ماني مستوعب ان اطرش حق احد دقات قلبي بس ابل تعرف توصل حق عواطف الناس عشان تبين لهم انه ترى احنا حطينا ميزه زياده بال ساعة بس انا وصلني واتساب اذكر اول ما نزلت الساعة انه في عائلة حطت الساعة على دقات قلب عيالهم او ولدهم او المولود الجديد مالهم وطرشوه حق حق الناس حق ربعهم ف اوكي <تصفيق> حلو ان <applause> شاء الله ثاني انت تقدر تطرشون مسجات ما بينكم وبين بعض اذا انت عندك ربعك اللي كان عندهم الساعه واحلى ميزه عجبتني بالساعه إيه هي انك انت تقدر تجري مكالماتك من الساعه، ساعه فيها سبيكر والساعه فيها ميكروفون، فاذا تليفونك كان بعيد عنك واحد دق عليك تقدر ترد عليه وتحكي بالساعه، وصراحه انا ما كنت قاعد امشي كذي واتكلم لا بالعكس كنت وضع عادي واتكلم وكان صوتهم واضح وصوتي كانوا يسمعونه واضح، فهذه برافو عليكم أفل حركه جدا ممتازه منكم انكم انتم قدرتوا تسوون السبيكر والميكروفون يلقط حتى لما يكون الشخص قاعد يتكلم بصوت معتدل عادي وسماعة بعيده عنه او الميكروفون بعيد عنه وللحين يسمع كل شيء بصوت جدا واضح، هذه نقطه جدا ممتازه بساعه ابل واتش. الشغله الثانيه هم عجبتني هي مثل ما قلت لكم المصنعيه وايد ممتازه، مصنعيات ابل انا وايد استانس عليهم حتى تليفوناتهم واللابتوبات مالتهم والكمبيوترات مالتهم، مصنعيات ابل جدا ممتازه جدا روعه، التصاميم مالتهم جوني ايف جوني uh, ايف هذا هو يعني لؤلؤة شركات ابل هو بالصميم هو الشخص اللي قاعد يسوي شغلات اللي قاعد تخلي الناس يصير في لها شغف حق منتجات شركه ابل غير طبعا فيجنز مال ستيف جوبز فبالنهايه شنو تقييمي حق ساعه ابل؟ اذا بقارنها بجوجل وير ما ظنيتي راح تكون مقارنه عدله لأن بالنهايه انت قاعد تقارن شيء وايد عملي من ناحيه كفاءه ومن ناحيه ان هو يشتغل على اشياء وايد اكثر وشيء هو طلع ما كمل ست اسابيع بالسوق والشركه اوريدي اللي سوتها اعلنت عن نظام تشغيلي راح يكون جديد حق الساعه فما ظنيتي راح تكون مقارنة عادلة ما بينهم انطر التحديث الجديد او الابل او اس واتش 2 لما ينزل على الساعة او اصدار جديد من الابل واتش حتى اذا ما غيروا منها شكل وايد بعدين واحد ممكن يغير تصير انا احس مقارنة وايد اقوى لان انا الحين عن نفسي احس ان الجوجل وير الحين يسوي اشياء وايد اكثر وعملي اكثر من ناحية انه هو ساعة بالنهاية مو المفروض ان هي إيه تسوي شغلات اللي اكثر علشان انت تحسسك ان فيها مواصفات وميزات وهالامور بالختام راح اقول لكم ان ساعه ابل اتوقع ناس وايد الحين راح تتجه ان هي تستخدم ساعه ذكيه لان ابل نزلت ساعه وناس وايد عندها ايفونات فاكيد تبي تاخذ ساعه فاتوقع المبيعات راح تكون شو. وايد قوية وتوقع أن الناس وايد راح تتقبلها بغض النظر عن إذا هي إيه كانت تحتاجها بالأساس أو لا بغض النظر هي إيه كانت تعرف لها لأن في شغلة جديدة اسمها فورس تاتش وقاعد نشوفها الحين بماك بوكس الجديدة مالت أبل وتوقع راح نشوفها حتى على تلفونات أبل الجديدة من ناحية الفورس تاتش إنك أنت تقدر تعطي كماند أو أمر إضافي بس من التاتش وانترفيس مالهم اتوقع راح يعدلون عليه زياده لان الحين علشان انت تسوي نافيجيت حق الانترفيس عندك انت الكوك او الكراون وعندك الدقمه اللي, بن... اللي, على جنب علشان تدخلك حق الفرندز او انك انت تطفي الساعة وتشغلها وعندك طبعا انت سوايب جيستشرز بالنهايه وتاتش على الشاشه علشان انت تقدر تعطيها اوامر فيمكن في كونفيوجن نوعا ما حق ناس وايد ان هي ما راح تعرف انها تستخدم الساعه بطريقه صحيحه يبي لها وقت يمكن على التعود عليها غير طبعا الجيكس او الناس اللي ناطرينها راح يعرفون شلون يستخدمونها على طول من اول ما يطلعونها من ناحيه البطاريه والشحن اكيد انت راح تشحنها يوميا واشي اكيد هي إيه راح تستهلك من بطاريه الجهاز لان هي إيه قاعد تشبك معاه على البلوتوث انا اول يومين لما كنت استخدمهم التليفون ما كان يعمر وياي طول اليوم هذه طبعا يعني من زمان بطاريه الايفون 1810 ملي امبير كانت مشكله كبيره اصلا على التليفون وتخيل الحين كنت مشغل عليه بلوتوث 24 ساعه راح تستهلك بشكل اكثر من ناحيه الشحن حاط لكم الحين شحن مغناطيسي تقدر انت تركبه من تحت وتشحن على طول حركات ابل ما راح تحاتي من هالناحيه والسلوشنز اللي راح يعطونك اياها فبس هذا بغيت اتكلم عنه عن ساعه الابل واتش سلامتكم وتعيشون سامحوني على طالب الكسور احمد وعريكي ثم الله الكريم